الفرحات والدة الإله الفائقة البركات المجيدة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدا خطايا من وسيط سواك عند الله في الشدائد وإننا نجتمع اليوم أيها الأحباء، نجتمع اليوم معا للصلاة من أجل أخوينا صاحبي السيادة يوحنا وبولس، إذ مر شهران على خطفهما دون أن نحصل على الخبر اليقيني بشأنهما. رغم كل الجهود المبذولة، صلاتنا أيضا نقدمها من أجل كل المخطوفين ومن أجل ذويهم الذين ينتظرون خبرا عنهم وإطلاق سراحهم. إذ رغم الألم الذي يعتمل قلوبنا جميعا في هذا الانتظار الذي دام شهرين،